فل الدار وقطاع الطرق. فل الدار وياسمينة مع والديهما في القافلة التجارية المتوجهة إلى بلاد ما وراء النهر. أبي، هل طريقنا طويلة؟ كم يوماً سنحتاج؟ اسألي العم حسان، هو دليلنا في هذه الرحلة. سنحتاج 20 يوماً يا ابنتي، ولكن علينا أن نتحرك الآن. هل الجميع جاهز؟ زمردة، أين كنت؟ ماذا؟ تجرين عنزة؟ قد ينفد الطعام في الطريق سيدتي، فنذبحها ونأكلها. وبعد عدة أيام توقفت القافلة للاستراحة في أحد الحقول. قمح جيد يا سيدتي، قد يلزمنا إذا نفد الطعام. هل ستطبخينه مع العنزة؟ وبعد يومين، أنا لا أطيق اللحم، ولكن طبخ زمرد لذيذ، لما لا تتذوقينه؟ لا شكراً، أحب أن أبقى خفيفة في السفر. وبعد قليل، أبي الحق بهم. زمرد فقدت القدرة على الحركة، الناس يردمون على الأرض وبعضهم يهذي. بما تهذين؟ أرجوك يا أبي افعل شيئاً. ما الذي حصل؟ ليخبرني أحد ما الذي حصل. ربما الطعام، كلهم كانوا يأكلون من نفس الطعام. ماذا سنفعل؟ علينا إنقاذهم. سنغير طريقنا ونتجه إلى أقرب قرية، سنصلها في الصباح الباكر. وفي الصباح الباكر، كما ترى يا حكيم، لم يعودوا قادرين على الحركة بتاتاً. لا بد أنهم أكلوا شيئاً. ما حصل معهم كان بسبب هذا. ولكنها سنابل قمح. ليس بسبب سنابل القمح، بل بسبب تلك العشبة التي تنمو بينها وتختلط حبوبها السامة مع حبوب القمح، فيصاب من يتناولها بهذيان ومن ثم بشلل. أجل، هذا ما حصل معهم. ما الحل أيها الحكيم؟ اطمئنوا، لا خوف، يلزمهم عدة أيام للراحة وأخذ الدواء المناسب، وبعدها سيعود كل منهم إلى طبيعته. الحمد لله، لن يصاب أحد بأذى، ولكن عدة أيام سنتأخر كثيراً. لا حل أمامنا، لا نستطيع المسير وعدد كبير من رجال القافلة مرضى. وبعد عدة أيام، أشعر بجوع شديد، كأني لم آكل منذ شهر. أوه، عدنا ثانية. هل من طريق مختصرة توصلنا إلى بلاد ما وراء النهر؟ إذا سلكتم طريق هذه التلال فستصلون في يومين، ولكني لا أنصحكم، فالطريق غير آمنة وقد لا تصلون أبداً. ها؟ ماذا؟ في الطريق يا بني عصابة لصوص لا تسلم من شرهم قافلة، حتى نحن أهل القرى يهبطون علينا، ينهبون كل شيء حتى القدور على النار، ثم يختفون بلمح البصر. إذا عدنا من حيث أتينا وسلكنا الطريق الصحراوي فسنصل بعد 10 أيام. سيكون الموسم التجاري قد انتهى، وخسارتنا ستكون كبيرة. إلا إذا سلكنا طريق التلال وقطاع الطرق. يبدو أن عندك حل. بالتأكيد. وفي اليوم التالي، هذا ما اتفقنا عليه. أنت داهية يا ابنتي.
سنتحرك غدا صباحا، وسيندس رجالك بين أفراد القافلة متخفين ليكملوا المهمة. حسنا، ولكن اكتم الأمر، فللأشرار عيون في القرية. وفي أثناء النهار روائح زكية، أنضج الطعام جيدا وأكثر البهار، لا تدع أحدا يقربه. هذا زاد الطريق. وفي اليوم التالي القافلة في طريق التلال. لصوص لصوص لصوص. كما اتفقنا، لا تفزعوا ولا تقاوموا، اكشفوا الزاد بسرعة. رفقتكم السلامة، كان صيدا سهلا، شكرا على الزاد. لن تنجوا بفعلتكم والله. لقد أخذوا كل شيء. لا عليك، العشبة، العشبة ستعيد لنا كل شيء. طعم صحي، قافلة لطيفة. رائحة زكية، تبا لك، هذه قطعة، معدتي تقرقر. ماذا جرى لي؟ لا أستطيع أن أتحرك. تبا لك، لكثرة ما أكلت، يدي يدي لا تتحرك. وبعد قليل، ألم أقل لك لن تنجو بفعلتك؟ أكملوا رحلتكم بالسلامة سيدي، أصبح الطريق آمنا، سنتولى نحن أمر هؤلاء. أرأيت؟ لقد ساعدتنا العشبة على استعادة أموالنا، وكما يقولون رب ضارة نافعة. قصص الأذكياء مع فلة الديان، صباحا ومساء وفي وقت السحر وفي وقت السحر.